أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. 9 سنوات على ثورة فبراير، هل هي كافية لتجاوز ثورة فبراير أم للبناء عليه؟ وهل الظروف الراهنة كما يقال تتطلب تجاوز هذه المرحلة أو تجاوز الثورة إلى استفاف واسع؟ وهل هذا الاستفاف الواسع يتطلب بالفعل تجاوز فبراير أو حتى إدانته؟ إن كان هذا هو الحال بالنسبة لطيف واسع من المؤتمرين مثلا، هل يشترط أن يتلاقى معهم فبراير من أجل الجمهورية والدولة أن يتجاوز هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد؟ أم أن يتطلب بالفعل من المؤتمرين إن كانوا يسعون إلى استفاف وطني هو أن يتجاوزوا الأحقاد تجاه فبراير؟ الكثير من الأسئلة حول آفاق فبراير وتطلعات أيضا المستقبلية نناقشها لهذا المساء مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي، وكذلك أيضا مع داود علوة القيادي الشبابي في ثورة فبراير، وأيضا سيكون معنا ضيوف آخرين. السؤال الآن ربما أستاذ ياسين، المرحلة باتت تتجاوز فبراير كما يقال وأنها تتطلب أن تتجاوزه على أقل تقدير إن لم يكن إدانته كما يرى البعض. تجاوز فبراير. فبراير نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءك أخي عبد الله ومساء مشاهدي قناة يمن شباب، كل عام والجميع بألف خير. بمناسبة الذكرى 9 لثورة فبراير المجيدة، هذه الثورة التي أحيت يعني ما نام أو ما غاب من يقظات اليمنيين وصحوتهم ويعني أحلامهم في الحرية والديمقراطية والتغيير والانعتاق. طبعا سبتمبر أو فبراير حركة إحياء وطنية شاملة ينبغي أن نقف أمامها وأمام ذكرها 9، وقفة إجلال واحترام وتقدير، ونخص بهذا الاحترام والتقدير التضحيات العظيمة التي قدمها شباب الثورة وثوار هذه الثورة الذين أرتقوا شهداء والذين أصيبوا والذين تعرضوا بسبب فبراير للتغييب والتعذيب والذين شردوا والذين لا يزالون حتى هذه اللحظة في خنادق المواجهة مع أعداء ثورة فبراير يدافعون عن الدولة التي انتصرت لها فبراير ونموذج الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية التي أنتجتها فبراير، وحاول وأطراف كثيرة حاولت أطراف كثيرة إجهاض هذا المنتج وهذا المشروع الوطني الكبير. للأسف اليوم الأسئلة التي تدور حول فبراير أسئلة غير مشروعة. هل فشلت فبراير أم نجحت فبراير؟ أسئلة غير مشروعة، لأنك تتحدث عن فعل مستمر ومتطور ومبدع وخلاق حتى هذه اللحظة. البعض يحاول أن يظهر بعض الانتكاسات أو الكبوات التي نقول الظروف الراهنة لانقلاب الظروف الراهنة، نعم. ويحاول أن يتعامل معها كأمر واقع ويعتقد أنها هو هذا الشيء اليوم الذي رسخ في سطح الحياة العامة والسياسية في اليمن. دونه لا يوجد شيء، بما في ذلك قيام فبراير ومنتجها السياسي المتمثل في النظام الانتقالي. نقول لازلنا حتى هذه اللحظة نحن اليمنيون الفبراريون نواجه ونقاتل من أجل الانتصار لقيام هذه الثورة. أعداؤنا أضعف مما تتصورون، أعداؤنا لا يرتكزون على قاعدة أخلاق. من هم أعداؤنا؟ هم خليط الثورة المضادة من الأعداء الداخليين والموتورين الداخليين والإقليميين والخارجيين أيضا. هؤلاء اتحدوا ثم افترقوا، لكنهم لا زالوا متحدين على فكرة إجهاض ثورة فبراير. هل استطاعوا أن يحققوا هذه الأهداف؟ أعتقد لا، لأنه إذا نظرت إلى صنعاء الآن ستجد أن الحوثيين هم من يسيطر على صنعاء. لكن ماذا يسمى الحوثيون الآن؟ يسمون حركة متمردة. هل لهم قبول شعبي؟ لا يوجد لهم قبول شعبي. هل رسخوا شيء يمكن أن يحترمه اليمنيون؟ لا، كل ما يفعلونه اليوم هو القتل والتدمير والمساهمة في الحصار وتجويع الناس تمهيدا لقدوم الإمامة، لأن هذا وفقا للعقيدة التي دائما تحكم مجيء الإمامة هو أن يموت الكثير من اليمنيين
يموت الكثير من اليمين وتسوء الأحوال حتى يقدم الإمام. لنا في تجارب الألف سنة الماضية من حياة الأئمة الذين كانوا يحكمون في صعدة والمناطق المجاورة، ما الذي أنتجه هؤلاء الأئمة حتى يدفع اليمنيون هذه الأثمان الباهظة من أجل أن يظهر إمام؟ ما الذي فعله هذه الأئمة طيلة الفترة الماضية؟ ما الذي أضافه؟ لم يضيفوا في صنعاء مسجدا واحدا، لم يضيفوا في صنعاء شيء له قيمة. معظم المنشآت العظيمة التي في صنعاء تعود للعهد العثماني أو العهد الرسولي أو العهد الدولة الصليحية. ولنا مثلا في يعني الجامع الكبير بصنعاء، هذا الجامع الذي يعتبر مركز ويعتبره الإماميون مركز من مراكز الزيدية، لم يبنوا فيه حجرا واحدا، لم يبنوا فيه حجرا واحدا. اذا لماذا يقدم اليمنيون كل هذه التضحيات؟ هل الحوثيون اصبحوا هل الحوثيون اصبحوا حقيقه؟ اثنين، هذا هو السؤال. يقال ان فبراير اتت على اصلاح نظام جمهوري ربما كان يواجه بعض الثغرات، بعض المشاكل، محاوله التوريث او التمديد لعلي عبد الله صالح، افراغ الجمهوريه من مضمونها، اتت فبراير لاصلاح كل ذلك. لكن الان عادت الامامه او رجع الى ما قبل العام 1962، يتطلب ربما الآن الظروف متغيرة ويحتاج إجابات أخرى غير إجابات فبراير، هذا ما يقال. إذا هناك من سؤال مشروع ينبغي أن يطرح، فهو لماذا دفع المؤتمريون ومن لف لفهم بالبلد إلى هذا المنحى الخطير؟ لماذا ضحوا باليمن وجمهوريته ودولته وديمقراطيته، وإن كانت ديمقراطية هشة بطبيعة الحال، وإن كان نظاما جمهوريا ضعيفا بسبب سياسة علي عبد الله صالح، لكن لماذا يسلمون الجمهورية قربانا للأئمة؟ في يعني هل هذا يأتي في سياق الثأر من ثورة فبراير؟ إذا من الذي ينبغي أن يسأل عما آلت إليه الأحوال حتى هذه اللحظة؟ المؤتمريون ومن لف لفهم، هؤلاء اليوم الذين يستغلون المنابر الممولة من الإمارات لإدانة ثورة فبراير، عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. هل كانوا على حق عندما سلموا النظام الجمهوري للأئمة الجدد؟ هل كانوا على حق؟ ممن انتقموا؟ ثورة فبراير منحتهم الفرصة لكي يعودوا حكاما عبر صناديق الاقتراع، ولكن بشروط الدولة اليمنية الجديدة التي تقوم على فكرة التغيير من أجل حياة أفضل لليمنيين. علي عبد الله صالح بقي موجودا في منزله ومحافظا على كامل ثروته ويحكم نصف يعني وله نصف الحكومة وله الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية مؤتمري، رئاسة مجلس الوزراء مؤتمري أو قريب من المؤتمري، رئاسة مجلس النواب مؤتمري، رئاسة مجلس الشورى مؤتمري. ما الذي يريده أكثر من ذلك؟ عندما جاء الحوثيون الإماميون كنسوا المؤتمر الشعبي العام كنس، وقتلوا زعيم المؤتمر الشعبي العام، ولم يعد للمؤتمر الشعبي اليوم ما تبقى من 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 قيادات في المؤتمر الشعبي العام يعيشوا ذليلين بلا كرامة في العاصمة صنعاء الآن. ثم يقدموا لنا دروسا في كيف يتصرف الساسة. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا عندما سلموا الجمهورية. سنعود إلى هذه في عدن. أريد أن يعني الانتقال في عدن بدعم إماراتي سعودي، هل الانتقال ناجح في عدن؟ يسيطر عليها بأسلحة إماراتية، لكن هل أبناء عدن يقبلون بنموذج الانتقالي، هذا المرتزق المرتبط بالإمارات؟ هل هذه المشاريع نتغاضى عنها؟ المشاريع التدميرية كلها هذه، أيضا التحالف وما يرتكبه من أخطاء وجرائم بحق الشعب اليمني، هل ينبغي التغاضي عنها والاستمرار في محاكمة فبراير؟ إذن نحن الذين يوجهوا مثل هذه الأسئلة لا زالوا عبيدا ولا زالوا أذلة ولا يستحقوا الكرامة، لأنهم يتجاهلون كل هذه الحقائق السافرة ويحاكمون فبراير. هم أكثر سوءا ربما في الواقع الحال الآن، ويريدون أن يحملون ربما سوءاتهم إلى فبراير. لكن السؤال الذي ربما يطرح من قبلهم أو من قبل أصحاب النوايا الحسنة على الأقل، يقولون هناك ظروف مختلفة عن ظروف فبراير ونحتاج إلى تجاوز هذه الثورة أو هذه المرحلة إلى تسوية معينة من نوع ما ربما تتجاوز الحديث بصراحة عن المشاكل وعما تسبب فيها. لكن سأعود إلى أستاذ ياسين وأوجه هذا السؤال إلى داود علوة قيادي الشبابي في ثورة فبراير، والسؤال بطبيعة الحال الظروف مختلفة، دعونا نتجاوز فبراير للحديث عن الظروف الراهنة وعلى العدو المشترك وهو الحوثي. هل هذا الخطاب أو هذه المقاربة مقاربة سليمة من وجهة نظر المناوئين لفبراير؟ لنقول
بسم الله الرحمن الرحيم. عموما الحديث عن هذه النقطة بالذات تجاوزها شباب فبراير في خضم الزخم الثوري العظيم الذي كانوا يعيشوه في 2011 و2012 عندما قبلوا بكثير من التنازلات للحفاظ على هذه التفاصيل. ونحن اليوم نتحدث عن أن من يدعون إلى عملية التصالح مع الميليشيات الحوثية الأمر أكبر مما تظن ومما تتوقع. من شباب الثورة هم أول من خبر الميليشيات الحوثية عندما كانوا يعيشون معهم في مكان واحد وفي ساحة واحدة، وكانوا يتعاملون معهم وهم يعرفوا حق المعرفة، يعرفون حق المعرفة، النظرة الدنية التي تعاملوا بها مع شباب الثورة، وكم كانوا مصابين بالغرور وبجنون العظمة، وكأنهم يستندون إلى جبال عاتية يظنوا من خلال هذا السند الذي يعيشوا عليه أنهم سيجرفوا الثورة. كنا نقول منذ بداية 2011 أنه هيهات أن تصاب هذه الثورة أو أن يصاب حملة فكر التغيير ومن يحملون أهداف هذه الثورة العظيمة أن يصابوا بالهلع والخوف والخور. كنا نقولها في 2011 ونحن اليوم في العام التاسع وفي الذكرى التاسعة لثورة 11 من فبراير نقولها مرة أخرى أنه هيهات أن يصاب شباب الثورة بالهلع والخور من أي دعوات تأتي من هنا أو هناك. بالنسبة للحوثيين عملهم مع الثورة المضادة أو مع ركبتهم على هذا الأمر شيء واضح ولا يحتاج إلى مجموعة من الدلائل لنقول لمن ينادون بالمصالحات الوطنية أن نتفق معهم. شباب الثورة تصالحوا مع كل الأطراف في عندما تم اعتماد المبادرة الخليجية، وكانوا أول من تنازل بينما كان الأسهل والأجدى لهم أن يقفوا كالقلاع الشامخة ضد أي دعوة مصالحة وطنية حينها، ومع ذلك تنازلوا حقنا للدماء ولإيمانهم بأن الدولة ينبغي أن تبقى ولأن الدولة حصن متين خرج من أجلها شباب فبراير. بالنسبة لتعامل شباب الثورة مع الحوثيين، هم اليوم يعملوا وفق أهدافهم العظيمة التي خرجوا من أجلها، ويعملوا في ظل الدولة، في ظل الدولة نفسها. وكانوا في 2011 يخرجون بصدورهم العارية إلى كل الساحات وإلى كل الميادين، وهم اليوم في ظل شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي يخرجون ويناضلون في كل الميادين وفي كل الجبهات ليستعيدوا ألق أهداف ثورتهم المتمثلة بالجمهورية، بحضور الدولة، بتواجد الحكومة الوطنية على الأرض الوطنية. نعم، لكن هناك من يقول أن أعداء فبراير كثر، لديك الحوثي وهو يسيطر على الأرض، لديك الإمارات، ولديك الانتقالي، لديك المؤتمريين مثلا، لماذا الحرص على معاداة الجميع وهذه قوة موجودة وتضر؟ من الأفضل كما يقال تأجيل بعض الخلافات مع بعض الأطراف حتى استكمال بعض المراحل. تجد هذه الرؤية صائبة أم لا؟ هل السؤال الذي ينبغي أن يعني هل شباب الثورة أو حملت فكرة التغيير في لثورة 11 من فبراير عادوا أحدا من هذه الأطراف أو أي طرف سواء ذكر أم لم يذكر؟ الإجابة بكل بساطة لا. شباب الثورة مدوا أيديهم إلى خصمهم اللدود في حينها النظام السابق، وتصالحوا معه بنفوس طيبة كما يقال. ولكي نطمئن حملت ثورة فبراير، ما دام أن هذه الأطراف كلها بلا استثناء اجتمعت على فكرة على فكركم التغييري النهضوي الذي بنيتموه بأهدافكم،
لا هذا دليل قوة ودليل أنكم أقوياء وستظلوا أقوياء ما دمتم مؤمنين بأهدافكم التي خرجتم من أجلها. هذا الزخم الكبير من الأعداء الذي يحاول أن يغطي عيون اليمنيين عن الأهداف أهداف الثورة السامية لا يمكن أن يصنع شيء، لأنه يعرف أن أول من سيستجيب لكل الدعوات التي ستفضي إلى استعادة الدولة وإلى حضور الدولة وإلى عودة الشرعية هم شباب الثورة. عمر شباب الثورة ما تخلوا عن حبهم وانتمائهم لدولتهم ولوطنهم. شباب الثورة خرجوا من أجل دولة مدنية نهضوية يتساوى فيها الجميع، بالدستور والقانون يحميهم جميعا. هذه أهداف الثورة كلها أهداف سامية. بالله عليك، هل يأتي أحدهم اليوم ليقول أن شباب الثورة أو شباب فبراير لا يستجيبوا لأي دعوة من الدعوات؟ عندما بدأتم تنادوا لدعوات المصالحة كان شباب الثورة قد سبقوكم بثمان سنوات إلى الجلوس على الطاولة والقبول بكل الأمور والتسويات التي تحفظ الدولة وتحفظ الوطن. داود، فكرة واضحة، شباب فراير قبلوا بالتسوية السياسية وسلموا رئاسة الجمهورية لنائب رئيس فرع نائب رئيس المؤتمر عبد الرب منصور هادي، نائب رئيس أيضا الجمهورية، الحكومة نصفها للمؤتمر نصفها للأحزاب الآخرين. شباب فراير لديهم قيم وأهداف ولم يكن لديهم مصالح أو حرص على وظائف معينة، وكانوا السباقين ربما إلى التنازل. أيضا أذهب إلى الأستاذ عبدالله الحرازي وهو ناشط أيضا سياسي، والسؤال هو لماذا تصرون على الخلافات مع المؤتمرين خاصة أنهم مثلكم الآن موجوعين من الحوثي والحوثي عدو الجميع؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام وضيفكم العزيز في الاستوديو. حقيقة لا أحد يحرص على الخلافات، فقط نحن نحاول أن نرد على هذه الافتراءات التي لا تفوت أي فرصة أو مناسبة وطنية لإثارة مثل هذه القضايا التي كما تفضل ضيوفك الكرام قد تجاوزها اليمنيون، وفي مقدمتهم شباب فبراير. يعني بعد تسع سنوات أن نناقش فبراير هل كانت ثورة أم ترفا، فهذا هو نوع من العته كما تفضل الأستاذ ياسين. لكن عندما تتوالى الافتراءات ويتم تزوير التاريخ أمام أعيننا فلا يمكننا السقوط، ولا يمكننا إلا أن نعيد الأمور إلى نصابها ونذكر الناس بمسببات فبراير وكيف أن علي عبد الله صالح هو الذي اضطر الناس إلى الخروج ضد نظامه، ولم يتوانى عن استخدام كل أدوات القمع ضد مطالبهم بعد أربع سنوات من الحوارات السياسية المرئية من قبل الجهات الدولية والإقليمية وعلى رأس الاتحاد الأوروبي، وتم تمديد فترة الانتخابات النيابية عامين ثم عامين لتسوية، لو تتذكروا معي، مسألة الملعب السياسي. وفي النهاية انقلب على كل تلك الاتفاقات وقال سأذهب إلى الانتخابات منفردا نهاية العام 2010. نعم إذن المسألة لم تكن ترفا، ويعني وكان طريقا إجباريا. أول من بشر به كان من داخل أسرة صالح ومن المقربين من آل الأحمر، يعني من قياديين في 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 النظام وفي السلطة بشكل أو بآخر. فالرد على هؤلاء السفهاء الذين يتحينون كل فرصة لاستمرار يعني مهنتهم واستمرار دورهم في استهداف القوى الوطنية وعلى رأسها قوى فبراير هو الذي يدفعنا لعدم السكوت. يعني بعد صبر طويل، يعني في النهاية نحن نتذكر أننا منذ عامين ومنذ أن انقلب الحوثي أو شريكه عليه، يعني منذ أحداث 2017 بين شريكي الانقلاب، رحبنا وبصدور رحبة باستيعابهم، و
يعني على مضض رغم كل الجرائم، رغم أن هناك من قال أن أماكنهم هي السجون وليست الضيافات في مأرب وغيرها من المحافظات المحررة. ومع ذلك قلنا عفى الله عما سلف ونتجه جميعا لمواجهة الانقلاب الذي كنتم سببه الرئيسي وكنتم بابه ومفتاحه. نعم، أفهم من ذلك أن التسامح مع المؤتمرين المنقلبين أو شركاء الحوثي على الأقل بالكلمة كان خيارا خاطئا، أم هو خيار أيضا ضرورة للمصالحة الوطنية باعتبار الحوثي هو عدو الجميع؟ ما هو الخيار الأنسب؟ حقيقة الخيار الأنسب هو إقامة العدالة، يعني رب العالمين اسمه الحق واسمه العدل، أن يفلتوا بجرائم فسادهم السابق وبقتلهم لشباب الثورة بالحصانة، كانت الخطيئة الأولى والخطيئة الثانية، وهذه نقولها إبراء للذمة الذاتية. الخطيئة الثانية كانت عدم إيداعهم السجون ومحاكمتهم كخونة، قاموا بفعل الخيانة العظمى بالانقلاب على الجمهورية وبمساندة الميليشيات الإرهابية، وهذه هي النتيجة. من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. المؤتمريون عموما والعفافيش من على وجه التحديد بتقسيماتهم الثلاثة الآن، يعني هؤلاء للأمانة لم يرعوا عهدا أو ميثاقا قطعوه قط منذ الاتفاق في المبادرة الخليجية وانقلبوا عليها وذهبوا مع الحوثيين. نعم. ثم انقلبوا عليهم. نعم. والآن انقلبوا على الجميع وذهبوا مع الإمارات، وهكذا هي سيرتهم، سيرة الخيانة ومسيرتهم هي مسيرة الارتهان وتعكير الأجواء الوطنية وتعطيل اليمنيين عن معركتهم الحقيقية، سواء كانت معركة البناء، وكلنا نتذكر يعني أفعال كالفوت وتسليم المحافظات للقاعدة الإرهابية وتفجير أنابيب النفط وتفجير يعني وتعكير الأجواء السلم وتعطيل الخدمات العامة إلى أن جاء الانقلاب. فهؤلاء للأمانة هم أشبه بحصى في حذاء، هؤلاء هم حصى. فكرة واضحة أستاذ عبد الله الحرازي، شكرا لك. وربما أنت واضحا في وجهة نظرك أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، تسامحنا معهم مرارا وتكرارا، وطالما يكررون الغدر والخيانات ويجدون أقرب خصم ضدك يتحالفوا معه في أقرب وقت ولا يكترثون للتسامح معهم، تحالفوا مع الحوثي ضدك في مرحلة ما، ثم الآن يتحالفون مع الإمارات وأيضا حتى أيضا مع الانتقالي ضد الأهداف وضد الأسس الوطنية الثابتة. شكرا لك عبد الله الحرازي، وهذه فكرتك ربما واضحة، تتفق معه؟ أعتقد أن هذا الأمر ربما مبالغة ويفسد الحديث عن المصالح الوطنية. اتفق معه جملة وتفصيلا، وأزيد أنه الذين لهم مبرر اللي هو المخاوف من تغول الحوثيين وإمكانية سيطرتهم على الدولة وإنهاء النظام الجمهوري، نقول أنه المدخل إلى أي مصالحة وطنية لا يكون بهذا الاستعلاء الذي يأتي من خونة ومجرمين انقضوا على النظام الانتقالي وباعوا الجمهورية للإمامين. هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا أن يتحدثوا بهذه اللغة الاستعلائية استنادا إلى الدعم الذي يتلقوا من ذات الدول التي دعمت الثورة المضادة ودعمت انقلاب 21 سبتمبر. إذن المطلوب من المؤتمريين الآن أولا أن يعتذروا عن انقلاب 21 سبتمبر اعتذارا كاملا عن انقلاب 21 سبتمبر، وعليهم أن يدينوا هذا الانقلاب. وانطلاقا من هذه نتقدم إلى الأمام باتجاه التعامل مع الأهداف الآنية الآن وهو المتمثلة في الحوثي، ثم التسليم بأهمية العودة إلى قيم فبراير وإلى أهداف فبراير، وعلينا أن نحترم هذه الثورة وأن نجل ونقدر التضحيات التي بذلت من أجل الانتصار لقيام هذه الثورة. يعني الاستهجان هذه الثورة من قبل هذا الطرف السياسي ابدا، هذا انا اعتقد انه ينبغي ان يكون سببا كافيا لرفض اي خطوه للتصالح، لان هؤلاء اليوم يتقدمون باتجاه المصالحه التكتيكيه، لان لديهم داعم اقليمي ولديهم قوه مسلحه على الارض، وهناك مؤامره ومخطط للاحاطه بمراكز الثوره ومراكز الجمهوريه الحقيقيين الحقيقيه التي تتمثل في مأرب وسيئون وتعز
يعني لا لا يؤمن مكره لا يؤمن وخيانته. أيوة الإماراتي الضابط الإماراتي عندما قال قاتلنا ثلاثة أعداء فهذا مؤشر خطير ينبغي التقاطه اليوم للحديث عن مخطط المقبل. فمئتين ألف المقاتل الذين تركتهم الإمارات على الساحة اليمنية هم يعملون خارج السلطة الشرعية، وبالتالي فإن أهدافهم واضحة. ينبغي أن نعرف أن الحوثي لم يعد عدوا لهم، لأن أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام يقر ويعترف بالقيادة الشرعية للمؤتمر الشعبي العام الموجودة في صنعاء تحت سلطة الحوثي، وكونه يقر بذلك فالإمارات أيضا تقر بذلك، وهذا يشير بشكل واضح إلى الأجندة المشتركة الحوثية الإماراتية. علينا المعتقلين الذين أخذوا إلى سجون الحوثيين وعذبوا وقتلوا وأهينوا كانوا دائما يتهمون بأنهم دواعش، وهذا يشكل حالة من حالة التقاء الأجندة بين الحوثيين والإماراتيين، وكأن هناك تخادم متفق عليه. إذن أي خطوة باتجاه التقارب ينبغي أن تبدأ أولا بإدانة انقلاب 11 سبتمبر والاعتذار عنه، ثم التسليم بشرعية فبراير والاعتراف بفبراير وبنظامها الانتقالي الذي يمثلها الآن. نعم. فبراير هي التي انتجت النظام المعترف به لأسس المستقبلية لفبراير وما ينبغي أن تذهب إليه. لكن بعد الذهاب إلى داود علوة، تتفق معهم أن أي أسس للمصالحة يجب أن تقوم على أسس فبراير كنظام شرعي الآن انتقالي هو الذي أسس له، وكذلك أيضا الاعتذار عن الانقلاب مع الحوثي. أي تصالح باعتقادي لا يأتي إلا متمما لكل الأهداف ولكل الأطروحات التي عمل على طرحها سابقا شباب فبراير. كل دعوات التصالح التي تطرح اليوم حقيقة إذا كان هناك صدق في التعامل وفي العودة إلى الماضي القريب، كل هذه الدعوات كانت تطرح بصورة شفافة وواضحة من قبل شباب الثورة، ثم يبادرهم إلى الجلوس على الطاولات سواء كان بحضورهم الشخصي أو عبر المندوبين الذي كانوا يمثلوا حينها أجزاء من هذه الثورة. المصالحات التي اليوم تطرح بطريقة أو بأخرى وتحدث لها نوع ويحدث لها نوع من التحشيد الذي يجعلنا نشكك في يعني حضور هذه الدعوات أو مطابخها أو أماكنها، كانت منذ فترة يعني طويلة حاضرة على الطاولة، ولكم أن تعودوا إلى التاريخ القريب. إذا ما عدنا إلى الماضي القريب، نتحدث عن أهم مرحلة وأهم منعطف من المنعطفات التاريخية التي وصل إليها الشعب اليمني الكريم، وهو منعطف مؤتمر الحوار الوطني الشامل. هذا الحدث التاريخي العظيم كان أحد حسنات ثورة الشباب الشعبية السلمية، وهو أهم نقطة من نقاط التصالح التي يدعو لها الكثير اليوم. إذا كنتم صادقين في الدعوة إلى هذا إلى هذا الاصطفاف وإلى هذه الدعوات للتصالح، عليكم أن تعودوا قليلا إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وستجدوا كل الإجابات الشافية التي تطلقونها اليوم أقوالا قد أقيمت وقد نفذت أفعالا على أرض الواقع، وكانت بذرة هذه في دستور قائم الدعوات التصالحية هي أهداف شباب فبراير. نعم. داود علوة القيادي الشبابي في ثورة فبراير، شكرا لك، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، والأفكار واضحة، هناك مصالحة قامت وهناك تسوية وهناك حوار وطني، وكل المسائل الخلافية تم تسويتها في دستور أيضا منجز للبلاد. أشكرك داود، كنت معي من مأرب، وأيضا أعزائي المشاهدين سيكون معي بعد الفاصل الأستاذ فيصل علي الكاتب والباحث والصحفي من ماليزيا، فابقوا معنا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والحديث عن آفاق فبراير بمعزل عن التصالح مع العفافيش أو ما يعرف بتيار عفاش في المؤتمر الشعبي العام. وهناك من يرى أن أي مصالحة يجب أن تكون تحت آفاق فبراير، تحت آفاق إصلاح الدولة، الانتصار للجمهورية والمواطنة المتساوية، وليس مصالحة على غشش تدين الفعل النبيل وتمجد الفعل المشين وهو الانقلاب مع الحوثي على الجمهورية والدولة. معي عبر سكايب الأستاذ فيصل علي من ماليزيا. أستاذ فيصل، تجد أن الحديث عن مصالحة تحت إدانة فبراير حديثا مقبولا كما يراد، بأن المرحلة تتطلب ذلك وأن الخطر الأكبر هو الحوثي، أم كما يرى الزملاء الأعزاء الأستاذ ياسين وكذلك أيضا عبد الله الحرازي وداود بأن أي مصالحة يجب أن تكون تحت سقف فبراير وتحت احترامها وإدانة الانقلاب مع الحوثي في سبتمبر وحشد سبتمبر؟ مساء الخير عبد الله، وفبراير مجيد لكم ولشعبنا الكريم وللمشاهدين الكرام ولضيوفك في الاستديو. الحديث عن المصالحة يعني هو حديث شعبوي بين طرفين، ربما بعض نشطاء الإصلاح ونشطاء المؤتمر هم من تحدثوا عن المصالحة بينهم. ما علاقة فبراير بهذه المصالحة؟ إذا أراد الإصلاح والمؤتمر أن يتصالح على أعلى أو على أدنى المستويات فليتصالح، وهذه مسألة وهذا شأن مسألة حزبية نعم. خاص. لكن الإقحام فبراير من قبل المتخلين عن فبراير من الإصلاحيين الذين ارتموا في أحضان الثورة المضادة وذهبوا إلى عاصمة الثورة المضادة وليجاملوها من فترة لأخرى من 2017 وهم ينسحبون، كل أحزاب اللقاء المشترك تنسحب تدريجيا من هذه الثورة حتى تحصل على يعني أشياء تخصها ومصالح من قبل التحالف ودول التحالف، أو لا يمثلون أنفسهم ولا يمثلون ثورة فبراير. من يمثل ثورة فبراير هم شباب هذه الثورة، سواء كانوا منتمين لهذه الأحزاب أو مستقلين أو لا ينتمون يعني لأي من الأحزاب. كلنا شاهدنا وعشنا تلك اللحظات التي خرج فيها الشعب اليمني في 17 فيصل، لكن هناك من يرى فيصل من يرى أن هناك عوامل القوة هي ترتهن لهذا الإقليم الذي تتواجد لديه الأحزاب وهو من يدعم الجيش الوطني، يعني على ماذا تراهن فبراير بمعزل عن أدوات القوة الموجودة الآن؟ يا سيدي، فبراير تحمل قيم الثورة وقيم المواطنة وتحمل يعني تحمل مشروع للمستقبل وهو النهوض بهذا الوطن. من دعوا إلى دولة مدنية لا يمكن أن يكونوا جزء من مشروع أن تعود اليمن إلى حديقة خلفية للسعودية أو للإمارات. هناك تدخلات مفرطة في اليمن، هناك إضرار وضرر كبير وقع على اليمن من هذا التحالف ومن تلك القوى التي قادت الثورة المضادة وارتماء بعض القوى السياسية في أحضان التحالف وهو من يعني وهو الداعم الرسمي للثورة المضادة. ربما لديهم ما يشفع لهم بسبب الانقلاب الذي حدث في اليمن، لكن ليس من حقهم التنازل عن فبراير أو الحديث عن فبراير بانتخاص أو الزج بها في مصالحات بينية بين أحزاب لا تملك لا مشروع وطني وليس لديها رؤى. فيصل، إذن ما هو الأفق المستقبلي والأفق المستقبلي لفبراير الآن بمعزل عن أدوات القوة؟ يعني هل لفبراير زخم مستقبلي بمعزل عن الأدوات الموجودة الآن، حوثي أو انتقالي أو إمارات أو سعودية أو حتى جيش وطني في مأرب؟ يا سيد الكريم، اللحظة الراهنة ليست لحظة معبرة لا عن الشعب اليمني ولا عن إرادة اليمنيين، هي لحظة عابرة وستمر. هناك تدخل أجنبي من قبل التحالف ومن قبل إيران ومن قبل قوى تقف خلف هذه الدول. الثورة تحمل قيم الحرية والعدالة والمساواة، هذه الثورة ربما في هذه اللحظة يعني ليست فاعلة، وليس أفراد هذه الثورة والمحسوبين عليها والمنتسبين لها فاعلين في الميدان، لكنهم مستقبلا سيكون لهم
دور كبير. اليوم يحملون الوعي هم من يحملون يعني من يحملون مشروع دولة ويحملون مشروع الوعي لهذا الشعب. أخي عبد الله، لو فرضنا مثلا، لو فرضنا جدلا أن كان الانقلاب وقع قبل ثورة فبراير، من الذي كان سيقاوم؟ أنا أتحدى أن يخرج 10% من المقاومين اليوم إلى الميدان. ثورة فبراير أشعلت الروح الوطنية وأخرجت كل هؤلاء الذين قاوموا في تعز وفي عدن وفي الشمال وفي الجنوب وفي مأرب وفي نم وفي كل المحافظات. لولا ثورة فبراير لما نهض هؤلاء الناس للدفاع عن وطنهم. فبراير تملك عناصر كثيرة من القوة، كثير من الشباب الذين يقاومون اليوم منخرطين في الجيش الوطني في الحكومة أو هنا وهناك، هم بالفعل ينتمون لثورة فبراير. لكن اللحظة الراهنة أخرجت الثورة عن الفاعلية وصارت المواجهة ما بين القوى القديمة أو الحرس القديم وبين العناصر الإمامية التي تريد أن تفرض سيطرتها على اليمن، وأيضا دخول الإمارات كلاعب على الخط والسعودية عقد المشهد. ما هو الحل على الأقل للرهان على مستقبل فبراير، أو ما هي الآمال، يعني على ماذا نبني؟ يا سيدي، أولا علينا أن نعرف أن الثورات في اليمن هي ثورات ذات تأثير على مستوى الإقليم. ثورة 63 أثرت على بريطانيا وخرجت من الخليج واستقلت كل هذه الدول. من لا ينظر اليوم إلى تأثير ثورة فبراير في الخليج ربما لا يفهم طبيعة أبعاد الثورات. كانت هي ثورة شبابية. لماذا قامت بعض الأنظمة في الخليج في السعودية وفي قطر بالتحديد بتشبيب قياداتها؟ أليس هذا تأثيرا لثورة فبراير؟ تأثير الثورة يا سيدي سيتعدى اليمن إلى مناطق أخرى. نعم. من لا يرى أن الثورة مستقبلا سيكون لها حضور ولا لا يعرف الواقع. اليوم الثورة لديها يعني أنصارها ويحملون مؤهلات كبيرة. نعم، وهي فعل خرجت من الجامعات في اليمن ومن الجامعات في العالم. علينا أن لا ننسى هذه النقطة. من يحملون هذه المؤهلات الكبيرة وكل هذه الكوادر اليمنية هي تبحث عن مواطنة، وقد شاهدت العالم وشاهدت ماذا تريد. الحقوق والحريات والمساواة هذه لن تغيب في المستقبل بوجود دولة ديمقراطية وحريات ومساواة ومواطنة وعدالة اجتماعية. ستكون فبراير موجودة بكل تأكيد. نعم، أشكرك فيصل علي الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من ماليزيا على هذه الرؤية. وفيصل يرى أن الثورة فعل تاريخي، قيم الحرية والعدالة هذه لن تغيب في المستقبل وهي من بذرات فبراير. تجد أن هذه الآمال العريضة ممكنة الآن في ظل هذا الواقع البائس؟ طبعا أنا أتفق معه اتفاقا كاملا، لأن فبراير ليست مؤسسة وليست متجر يمكن يعني منافسته أو يمكن إحراقه على سبيل المثال. فبراير هي قيم، وعندما تتجمع الإرادة الوطنية حول أهداف تتعلق بالمواطنة والجمهورية والتعددية والديمقراطية والشراكة الوطنية فهي تتطابق تماما مع أهداف فبراير. إذن فبراير هي إرادة شعب في التغيير، هي طريق لا بديل عنه في التغيير، وبالتالي يمكن أن تحمل أي اسم آخر لكن لا يمكن أن تتناقض مع هذه القيم. تزال مستمرة، ستظل مستمرة. دولة الوطنية الجمهورية المواطنة المتساوية إصلاح الدولة. أيضا نحن يأخذنا النظرة السطحية للأمور، عندما نرى الحوثيين يهيمنون في صنعاء ونرى الانتقاليون يهيمنون في عدن ونرى السعودية تتحكم بالمشهد العسكري ونرى الإمارات تستعرض وتقول أنها قاتلت 3 أعداء، لكن في البيئة السياسية الداخلية لهذه الدول في السعودية هناك أزمة سلطة. الربيع العربي ضربه المملكة العربية السعودية وأحدث تغييرا وتغييرا كارثيا. مستقبل السلطة في المملكة العربية السعودية محفوف بالمخاطر وهش. مستقبل السلطة في الإمارات هناك سطوة لأولاد زايد على مجمل الإمارات، حكام الإمارات. بقية الإمارات خاضعة خانعة أمن الدولة الإماراتي الذي يتحكم به محمد بن زايد، يعني يخضع حكام الإمارات كلها، وبالتالي هناك أزمة سلطة داخل الإمارات العربية المتحدة. هناك مرحلة الآن يعني تشهد فيها حالة التقاء مصالح بين الدور الوظيفي للإمارات والدور الوظيفي للسعودية في هذه المرحلة، وهو دور يتعلق تحديدا بتسويق إسرائيل وبتمرير صفقة القرن وبتمرير ما يسمى بحلف إقليمي شرق أوسطي في جوهره وفي القلب منه إسرائيل.
هذا الدور الوظيفي لهذه الدول. لكن دون ذلك هناك تحديات عميقة. عندما ترى اليوم تغريدات الوليد بن طلال يتحدث عن حفيداته، لم يعد يتحدث عن مشاريع ولا شركات المملكة القابضة ولا أي شيء من هذا القبيل، لأنه مكبل. إذن هل هذه الدول بخير؟ ليست الدول بخير. هذا يعني لا أحد بخير. التفاعل مستمر. أنا أعتقد أن الثابت هو أهداف فبراير وتطلعات الشعب اليمني المشروعة للتغيير. المتغير هي هذه الظواهر السيئة التي تحاول أن تفرض. المستقبل لا يزال أو ما يزال لفبراير. نعم، فبراير وقيمها النبيلة هي الثابتة وهي التي ستنتصر في اليمن وفي غير اليمن، حتى في الدول التي تتحكم اليوم بمصير فبراير في 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 الساحة اليمنية. هذه الدول اليوم مهددة بهذه القيم، لأنه لا يمكن أن تبقى هذه السلطة القمعية تتحكم بأنفاس الناس في ظل العولمة وفي ظل هذا الانفتاح الإعلامي وفي ظل ما يمكن اعتباره مناخ القرية الصغيرة. نعم، إذا المستقبل هي للقيم، للحريات وللعدالة، على الرغم من هذه الانتكاسات الراهنة سواء كانت في اليمن أو حتى أيضا في الإقليم. والمستقبل هو اللي في فبراير وللقيم التي حملته فبراير. الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك على وجودك معي هذا المساء. أيضا أشكر أعزائي المشاهدين الأستاذ فيصل علي الكاتب والباحث وأيضا المحلل السياسي والصحفي من ماليزيا، وأيضا أشكر داود علوة القيادي شباب في ثورة فبراير، وأيضا الأستاذ ياسين بطبيعة الحال، وعبد الله الحرازي الصحفي والناشط السياسي الذي كان معي أيضا من هولندا. أشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء بكم مرة أخرى في حديث المساء. في أمان الله.